بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لتلامذتنا الأعزاء في كل مكان. حصة اليوم إن شاء الله نخصوها لإنجاز تمرينين يتعلق أمرهما بتوظيف واستعمال المتساويات الهامة. إذا دائما الفئة المستهدفة هما تلاميذ الثالثة إعدادي. إذا هذا التمرين كيهم واحد الفئة معينة ديال التلاميذ المرشحين لاجتياز أولمبياد ديال مادة الرياضيات، وهذا تمرينهم الجميع ويعبر عن وضعيتهم. وهنا غادي نحاولوا ننتقلوا من ديك الحالة النمطية إلى الحالة التفاعلية، ونحاولوا نستعملوا كيفاش نستعملوا هاد النتائج ديال المتساويات الهامة في الإجابة عن هذه الوضعية. يلا على بركة الله. إذا دائما الدرس هو يتعلق بالتعميل والنشر باستعمال المتساويات الهامة. إذا فاكتوريزاسيون اي ديفلوبمون اون اوتيليزون لي زيغاليتي روماركاب. إذا عندي أ بي سي دي أعداد حقيقية غير منعدمة، حيث أ بي زائد بي سي زائد سي أ يساوي صفر. إذا هذا معطى يجب أن نضع سطر تحته. إذا هذا معطى مهم، إذا يعني المعطى غادي نستعملو فيما بعد. أحسب المجموع، إذا المطلوب هنا نحسب هذا المجموع، هذا اللي هو مجموع يبان مركب باستعمال الكسور. إذا نبداو على بركة الله. إذا إس، إذا باش نحسبو هذا الكسور لابد من توحيد مقامات هذه الأعداد. إذا المقام الموحد هنا ما كتشوفوش، كاين أ هنا وكاين بي وكاين سي، وبالتالي المقام الموحد هو أ بي سي، بمعنى خصني نضرب هنا الكسر هذا يعني حديه في بي الجداء بي سي، وهذا الكسر نضرب الحدين ديالو في جداء ا سي، ثم نضرب حدي هذا الكسر في الجداء ا بي حتى نحصل على مقام موحد. اذا كما قلنا، اذا هنا عندي بي زائد سي، اذا فاش غادي نضرب؟ غادي نضرب في جداء بي سي. زائد اذا هنا باش غادي نضرب حديه، غادي نضرب في جداء ا سي. اذا ا مضروب عفوا ا سي في سي زائد ا زائد، وهنا غادي نضرب حدي هذا العدد في الجداء ا بي، دونك ا بي في ا زائد بي. وهنا طبعا غادي يكون الجداء ا بي سي. اذا كان بامكان انني ندير كل عدد على حده وبالمقام ديالو، ومن بعد ندير هذه العمليه اللي درتها. اذا حققت واحد المرحله. اذا من بعد شنو غادي ندير؟ اذا غادي نلجا المتساويات، يعني التوظيف وتطبيق المتساويات الهامه. اذا هنا غادي كتلاحظوا عندي هنا مجموع في البسط يتكون من ثلاث حدود، وكل حد هو عبارة عن جداء. إذا هنا غادي نولي نستعمل ديك الجداء ديال كا أ زائد بي يساوي كا أ زائد كا بي. إذا هو اللي غادي نوظف هنا، دونك هنا يساوي، غادي نقوم بالنشر بي سي في بي، بي سي في بي، إذا يساوي بي أو بي أو سي اثنان سي. ب في ب هو ب و سي اثنان ثم سي، زائد ب سي في سي، إذن ب سي و سي اثنان، زائد ا سي في سي، يعني يعطيني ا سي و سي اثنان. لاحظوا جيدا أن هذا الأس يخص فقط سي، هنا يخص سي، هنا يخص ب، ثم ا سي في ا. إذا غادي يعطيني أ أو سي اثنان في سي، زائد ننتقلو للحد الثالث أ بي في أ، غادي يعطيني أ أو سي اثنان بي، أ أو سي اثنان أ في أ، أ أو سي اثنان بي، زائد أ بي أو سي اثنان، الكل أ بي سي، يساوي، دونك هنا بعد ما نشرنا يعني الجداءات حصلنا على هذا المجموع. إذا لا بد من الملاحظة، ملاحظة
يعني ربما هذه الملاحظة قد تفيدنا. ثم دائما ما نغفلوش المعطى اللي عندنا هنا. إذا دائما ملي كتعطى شي معطى إلا لاستعماله، ما يمكنش تعطى شي معطى بدون استعماله. إذا أ بي زائد بي سي زائد سي أ يساوي سي. إذا هذا غادي نستعملو عند الحاجة. دونك هنايا غادي عاون نلجا، إذا هنا عندنا نشاط غادي نولي ندير التعميل. إذا لاحظوا معايا هنا، لاحظت هنايا عندي بي و سي 2 سي وعندي أ بي و سي 2. إذا هنا ممكن نستخرج واحد العامل مشترك اللي غادي نشوفو من بعد. إذا غادي نجمع هادو بي و سي 2 سي زائد أ بي و سي 2 زائد، ثم غادي نشوف بي سي و سي 2 بي سي و سي 2 ما غادي نديرها. إذا غادي نديرها مع أس و سي 2 زائد بي سي و سي 2 زائد أس و سي 2. يبقى لنا أ و سي 2 سي مع أ و سي 2 بي، عفوا أ و سي 2 سي زائد أ و سي 2 بي على أ بي سي يساوي. دونك هنا شنو هو العامل المشترك؟ هنا عندي مجموع غادي نعملو، إذا غادي نعملو ب بي، وغادي ندير بي في بي في بي سي، وهنا غادي يبقى عندي أ بي. أو كنا نشط ب ب و سي 2 سي ب في ب يساوي ب و سي 2 أ زائد، هنا العامل اللي غادي نختار هو السي، سي نفتح القوس غادي يبقى لي تما ب سي، إن هاد ب سي و سي 2 غادي نكتبها ب سي سي، أ سي و سي 2 غادي نكتبها أ سي سي. وبالتالي ناخذ سي كعامل مشترك هو هذا، ويبقى لي تما بي سي زائد اسي بلا قوس. ثم اخيرا ليس اخيرا ا و سي 2 سي زائد ا و سي 2 بي، العامل هنا المشترك هو ا. اذا غادي ندير ا ونفتح القوس، اذا هنا ممكن ندير ا سي زائد ا بي. إذا نخرج أ هو هنا ويبقى لي ثما أ سي زائد أ بي بلا قوس، الكل أ بي سي. دائما كل ما وجدت شي نتيجة خصني نوقف عندها ونحاول ندير لها واحد التحليل ونربط داك الشيء اللي لقيت بالمعطى باش يمكن لي نستعمل المعطى اللي عندي. اذا كتلاحظوا هنا عندي بي سي زائد ا بي، الى رجعت للمعطى بي سي زائد ا بي ها هي موجوده. الى مشيت لهنا عندي بي سي زائد ا سي، رجع للمعطى بي سي زائد ا سي موجوده. الى مشيت لهنا عاود ا سي زائد ا بي، ا سي زائد ا بي اذا موجوده، اذا ا سي هي سي. دونك هنا ممكن نستخدم هذا المعطى هنا لعله يفيدني في فيما بعد. اذا نرجع لهذا المعطى ونرجع لهذا. دونك بي سي زائد ا بي، بي سي زائد ا بي نشوفوا معايا هنا، اذا لدينا شوفوا معايا مزيان، إذا أ بي زائد بي سي زائد سي أ، هذا معطى. هذه يعطيني ثلاثة ديال المخرجات، يساوي
بي سي زائد ا بي، بي سي زائد ا بي يساوي، الى رجعت هذه لهيه شنو غادي يعطيني؟ دابا راه عندي هنا يساوي صفر، اتونسيون يساوي صفر. اذا شنو غادي يعطيني؟ الى رجعت سي ا لهيه غادي تبقى لي ا بي زائد بي سي، وهذا غادي يتغير الاشاره ديالو، غادي يولي عندي ا بي زائد بي سي يساوي ناقص سي ا اللي هي ا سي. نمشي لها هذا الحد، هذا بي سي زائد ا سي، بي سي زائد ا سي هو هذا، يعني المجموع يساوي صفر، دونك بي سي زائد سي ا يساوي هذا، غادي نرجعو لهيه. دابا انا مسبوق بزائد، غادي نولي مسبوق بناقص، يولي ناقص ا بي، دونك غادي يعاود بي سي زائد سي ا، بي سي زائد سي ا اللي هي ا سي غادي يعطيني ناقص ا بي. ثم نمشي الاخير ا سي زائد ا بي، ا سي ا سي، ثم عندي ا بي هذا مع هذا. اذا ا سي هي سي ا لان الضرب تبادلي، زائد ا بي يساوي هاد بي سي رجعها لهي تولي ناقص بي سي، دونك ا سي زائد ا بي شنو يساوي؟ يساوي ناقص، اذا هاد بي سي غادي نرجعها لي تولي ناقص بي سي. دونك هنا استخدمت المعطى وفق الاهميه وفق الحاجه اللي عندي هنا. اذا الحاجه هنا وقفت عند وقفت على المعطيات، دونك وليت استثمرت هذا المعطى وحللته وعطاني واحد النتيجه، وغادي نشوف هذه النتيجه فين توصلني. اذا غادي نرجع لهذه المتساويه. اذا اس، اذا اس يساوي، اذا غادي نبدا بهذا. اذا عندي هنا بي، بي اذا قلنا بي سي زائد ا بي، بي سي فين هي؟ بي سي زائد ا بي هي هذه، اعطتني ناقص ا سي، اذا غادي نعوض هذا المجموع بناقص ا سي، ناقص ا سي زائد، ثم عندي سي. اذا ندير هنا كما راه هنا باش يبان لكم الخدمه ديال، يبان لكم واش كاين سي. اذا بي سي زائد ا سي، بي سي زائد ا سي يساوي ناقص ا بي، اذا هنا يساوي ناقص ا بي، اذا عوضت هذا المجموع بناقص ا بي زائد، عندي تما ا، نفتح القوس. اذا ا سي زائد ا بي شنو غادي يعطيني؟ ا سي زائد ا بي وناقص بي سي، والكل ا بي سي يساوي. اذا هنا عندي جداء، هنا الجداء كنعرفوا بان هي عمليه تبادليه، وبالتالي إذا أنا عندي إشارة ناقص لابد من احترام الإشارة، إذا غادي تعطيني ناقص وغادي يعطيني ا بي سي. ثم زائد، زائد مع ناقص تولي ناقص، ها هي. ثم عندي ا بي في سي، هو الضرب التبادلي هنا، ا بي سي تبادلي وتجميع. ثم زائد مع ناقص ناقص، ثم الضرب كذلك تبادل وتجميعي، ممكن نديرو أ مباشرة أ بي سي على أ بي سي يساوي. إذا شوفوا هنا عندي ناقص أ بي سي، ناقص أ بي سي، ناقص أ بي سي، إذا بحال اللي غادي ندير ناقص اثنان، ناقص اثنان، ناقص اثنان، إذا غادي يولي عندنا مجموع ثلاثة الأعداد سالبة، إذا ناقص ثم ندير المجموع ديال القيم المسافة، جوج زائد جوج ستة، دونك هنا عندي واحد ا بي سي، واحد ا بي سي، واحد كل واحد كتسبقو إشارة ناقص، بحال عندي ناقص واحد، ناقص واحد، ناقص واحد، دونك غادي يعطيني ناقص
ثلاثة. إذا ماذا؟ ثلاثة أ ب سي. على أ ب سي. دونك هنا عندي جداء أ ب سي وهنا أ ب سي، دونك غادي نختزل به وغادي يبقى لي تما ناقص ثلاثة. إذا هذا المجموع يساوي ناقص ثلاثة ونوضعو في إطار. إذا لاحظوا هنايا انتقلنا من ديك الحالة النمطية ديال يعني الهدف هو هي تطبيق القاعدة المتساوية، هنا استعملناها في التعبير وفي الإجابة على وضعية ما. إذا غادي نمشيو للتمرين التالي. التمرين التالي يتعلق هنا بحديقة مستطيلة الشكل. يتوسطها حوض مائي. يعني بيسين ولا باسان ديال مربع الشكل، طول ضلعه اكس زائد واحد، يعني هذا مربع طول ضلعه اكس زائد واحد. ثم المستطيل كما تلاحظون الطول ديالو راه كاين واضح هنا، اذا اكس زائد واحد زائد ثلاثة زائد ثلاثة، دونك بمعنى المجموع اكس زائد سبعة هو الطول دياله، والعرض اكس زائد واحد زائد واحد زائد واحد بمعنى اكس زائد ثلاثة. اذا لا بغينا نحلوا هذا المعطى اكثر، اذا هنا عندي اكس زائد ثلاثة والطول هو اكس زائد سبعة. السؤال بين ان مساحة الجزء المتبقى من الحديقة هي 8 اكس زائد 20. دونك هنا كيقول لك اعطيك النتيجة، بين بان 8 اكس زائد 20. اذا في حالة مثلا قمت بالعملية وما لقيتيش 8 اكس زائد 20 بلا راك على خاطر. اذا هنا لابد من تذكير شنو هي مساحة المستطيل. هنا احيانا يتداخل ما هو جبري بما هو هندسي. اذا مساحة المستطيل كنعرفو الطول في العرض، يعني الطول في العرض. ثم عندي مساحة المربع اللي هو الطول في الطول، والمربع هو مستطيل حالة خاصة ديال المستطيل. ثم المطلوب نحسبوا هذه المساحة اللي بقات، يعني هذا اللي بين. دابا كنلقطو كنقوم بتخديجي، هذه هي المساحة المتبقية. إذا بمعنى المساحة ديال المستطيل ونحيد منها مساحة المربع. إذا غادي نقول لتكن S هي مساحة الجزء المتبقى. إذا S تساوي، إذا قلنا مساحة المستطيل هي الطول في العرض X زائد سبعة في إكس زائد ثلاثة ناقص المربع، هي إكس مساحة المربع يعني الضلع في الضلع، إكس زائد واحد في إكس زائد واحد يساوي إكس زائد سبعة في إكس زائد سبعة ناقص، هذه متطابقة هنا. إذا نقوم بعملية النشر، فن ثلاثة إكس في إكس صافي إكس أس اثنان. إذا نقوم بعملية النشر إكس إكس أس اثنان زائد إكس في ثلاثة ثلاثة إكس، دائما نحاول نديرو الأرقام اليسار والحروف على اليمين، زائد سبعة في إكس سبعة إكس زائد سبعة في ثلاثة واحد وعشرين، ثم ناقص فتحوا القوس. يجب ان ننتبه دائما الاقواس المسبوقه بناقص. اذا هذه متطابقه هامة على شكل A زائد B أس اثنان، لو غادي تعطيني X أس اثنان زائد اثنان AB يعني اثنان X في واحد صافي اثنان X، ثم B أس اثنان يعني واحد أس اثنان هو واحد.
ثم المرحلة ما بعد الأخيرة x أس 2 زائد 3 x زائد 7 x زائد 21. هنا غادي نزول الأقواس، إذا أقواس مسبوقة بناقص عند إزالتها تغير إشارات الحدود داخل هذه الأقواس. إذا ناقص x أس 2 ناقص 2 x ناقص 1. ثم نقوم بالتبسيط. إذا دائما خصني نلاحظ، ربما أحيانا تلاحظ بأن هناك أعداد متقابلة. إذا لاحظوا هنا عندي ناقص x أس 2 x أس 2 هذو متقابلان وبالتالي مجموعهما يساوي صفر. ثم عندي 3 x زائد 7 x هي 10 x، إذا غادي نجمعهم فيما بينهم، يعني هنا هم ريغروبي لهذا الليتر 3 x 7 x مع 2 x ولي شيفر بوحدهم 21 ناقص 1. دونك هنا 3 x زائد 7 x هي 10، 10 x ناقص 2 x هي 8 x، 21 نحيدو منها 1 زائد 20. إذا النتيجة هي 8 x زائد 20. داكور؟ إذا هنا إذا S تساوي بالفعل 8 x زائد 20. دونك تلاحظوا هنا نطقنا بالحالة النمطية، الحالة التفاعلية في استعمال المتطابقات الهامة أو المتساويات الهامة في إيجاد حل لوضعية يعني قد يعني تتوقع فيها أو تواجهونها. إذا نتمنى أنكم تكونوا استفدتوا وفدتكم في هذه التمرينين. إذا إن شاء الله فرصة أخرى إن شاء الله، والله موفق.